مساء الفل والهنا والسعادة والتفاؤل والحب، مساء كل حاجة حلوة عليكم. رجعت لكم تاني في حلقة جديدة من برنامج عايشة بسعادة. الحلقة المرة دي هنتكلم فيها عن القانون. ضيفنا اللي مشرفنا المستشار كمال يونس المحامي بالنقد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. شرفتنا البرنامج. أهلا بيك يا فندم. النهاردة طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت هنحب ندخل القانون في حياتنا الشخصية مع أزمة الكورونا برضو اللي هي موجودة. أثرها أثرت على حاجات كتير في حياتنا أكيد. في القضاء وفي الطب كل حاجة أثرت أكيد. علينا أكيد. فعايزين حضرتك تكلمنا عن أثرها على مهنة المحاماة والمحاكم. حاضر. في الفترة ديت. تمام. طبعا الأول بس احنا برضو بأكرر يمكن وبقولها في كل مناسبة ان احنا بنشكر المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة ممثلة في دولة رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء فيما يتعلق بهذا الوباء، يعني اللي بعتبره انه امتحان واختبار للبشرية كلها. فيما يتعلق بمهنة المحاماة، مما لا شك فيه أن المهنة قد تأثرت تأثرا كبير فعلا. بهذا الوباء. مهنة المحاماة مهنة بتعتمد أولا وأخيرا على الحركة وعلى دولاب العمل الموجود بالمحاكم. فعلا. النهاردة إحنا داخلين في الشهر، يعني هنبتدي في الشهر الرابع، المحاكم كانت متوقفة تماما. لما بقول تماما يعني تمام مفيش جلسات. اي نعم، بدأنا في خلال ال 15 يوم الاخرانيين بعض الدوائر بتشتغل، يعني بتعمل ولكن على استحياء. بغض النظر عن بعض الدوائر اللي كانت بتشتغل نظر المحابيس اللي هي تجديد الحبس، انما القضايا العادية والقضايا المتداولة كانت الحقيقة الامور متوقفة تماما. ده أثر تأثر كبير جدا على عملنا في خلال الفترة اللي فاتت. طبعا. فاللي زود كمان واللي أكد هذا التوقف أن الشهر العقاري كان متوقفا. فالنهاردة لو في قضايا جديدة على الموكل أن يقوم بعمل التوكيل، فما فيش شهر عقاري، وبالتالي كانت الأمور يعني متوقفة توقفا تاما، إلا من بعض الأعمال الإدارية اللي هي إذا كان في إعلان، إذا كان في إعادة إعلان، إذا كان في اطلاع على قضية، إذا كان في تقديم طلبات. حتى تقديم الطلبات إلى النيابة العامة كان بيبقى لها أيام محدودة، يعني كانوا بيشتغلوا ساعات يومين في الأسبوع أو ثلاثة على فترات متقطعة. فالحقيقة أن المهنة قد تأثرت تأثر كبير جدا 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 بهذا الوباء. يعني أنا يعني بقولها بمنتهى الأمانة أن المحامين، وأنا يعني بقعد معاهم في النقابات، يعني اللي حصل ده هوت أو اللي احنا شفناه ما شفناهوش قبل كده، وإن شاء الله ما نشوفوش بعد كده يا رب يا رب ان شاء الله. بس هي فعلا اثرت جامد، لان فعلا في محامين ما عندهمش دخل غير مهنة المحامي. طبعا هو المحامي اصلا المفروض يبقى محامي بس. يعني ما يبقاش محامي، لا ده المفروض، وانا عن نفسي ده مهنتي لا مهنة اخرى ليها. فخدي بال حضرتك ان المحامي عنده التزامات كبيرة. يمكن الموكل هو داخل بيتخيل يقولك المحامي هيصرف منين، لا ده المحامي عنده التزامات لا يتخيل الموكل هذه الالتزامات بتصل الى مبالغ قد ايه. فطبعا احنا يعني ندعو الله مخلصين له الدين ان الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله ينفك هذا الحظر ويزول هذا الوباء. ناس كتير متاثره بالموضوع ده اكيد اكيد في حياه كتير من الناس. طب فن طبعا كله طبعا طبعا طبعا. يعني في ناس أسر تعبانة يعني ظروفها على قديها طبعا، ما عندهاش دخل خالص أكيد. ومحدش في المجتمع ده بيبص للموضوع ده أكيد طبعا. ولذلك أنا برضو يعني الحقيقة يعني أنا سمعت أن بعض النقابات وبعض الأفراد، وأنا أعرف ناس منهم، يعني
يعني استطاعوا ان هم يكونوا مجموعات منهم بحيث ان هم بيشوفوا مين اللي بتبقى عنده احتياج لحاجة وبيتقدموا بيها، ويعني احنا كلنا مع بعض في سلة واحدة. بالضبط. يعني بالضبط. انا عايز اقول ان احنا هذا الوباء اكيد اكيد هيأثر على نفسيتنا، وانا ادعو الله برضو مخلصا له الدين ان نخرج منه ونحن اكثر اتحادا وحبا لبعض، وان يبقى في ألفة ويعود الوئام بينا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كمان يا ست المستشار عايزينك برضو تكلمنا عن القضايا اللي بتطرح في محكمة الأسرة في الوقت الحالي. تمام. كتير بنسمع عن قضايا مختلفة. نعم نعم. أنا قبل بس ما أتعرض لقضايا محكمة الأسرة، أنا كمحامي أنا بقالي أكتر من 40 سنة، وقبليها كنت 8 سنين ضابط شرطة. وعملت ضابط شرطة في الأمن العام، فالعقلية أو الفكر الجنائي مسيطر كان على شغلي. فأنا كان مكتبي قد تصل فيه القضايا الجنائية إلى حوالي 70%، وأنا عندي السكرتارية كل سنة بيعملوا لي إحصائية، يعني عندنا 70% جنائي، عندنا 10% محاكم أسرة، عندنا 10% مدني، عندنا 5% مثلا مجلس دولة، عندنا تجاري، عندنا محكمة اقتصادية، بيعملوا لي نسبة يعني. فأنا فوجئت إن من حوالي 10 سنين اللي فاتوا تقريبا ان قضايا الاسره محكمه الاسره اصبحت تمثل نسبه 50% من شغل المكتب. استوقفتني، انا بقولها بصراحه، واكتر الله. انا ممكن اتوقع اكتر كمان 50%. انا بتكلم بالنسبه لمكتبي. اكتشفت فعلا الحقيقه لما بروح محكمه الاسره وبحضر القضايا انا بشوف الرول قد يصل فيه الرول الى 400 و500 قضية، شيء ملفت للنظر. أيوة. ولذلك اناشد الحكومة، انا عارف الاعباء اللي عليها واظن يعني ينوء عن حملها جبل، انا عارف، ولكن عليها ان تأخذ الامور مأخذ الجد. الاسرة المصرية انا شايفها بتنهار فعلا. يا فندم نسبة الطلاق، ودي نسبة وصلت 70%، يا فندم فعلا ما بين طلاق وما بين خلع. أيوة فندم، أنا بقولها لحضرتك يا فندم، لازم الزوج والزوجة عندما يتقدموا في مرحلة الزواج يعرفوا أن هذا رباط مقدس، أن هذه الزيجة مؤبدة، ما فيش حاجة اسمها، يعني أنا مش عايز أقولها، أنا سمعتها مرة من واحدة تقول أنا تزوجت، قلت أجرب، انا قلت نعم، قالت لي عايز اجرب، وبعد 3 أشهر التجربه فشلت فرفعت دعوه خلع. فطبعا يعني انا اسف. مداخله معانا. اسف. اتفضلي. عصام، استاذ عصام. الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضل. مساء الخير، معانا المستشار. اهلا بيك يا استاذ عصام. اهلا بحضرتك. معلش عاوز استفسر استفسار بس عن قضيه الخلع. انا تزوجت تمام، بس لو سمحت معايا المستشار عاوز توضيح كامل، انا راجل فلاح لست متعلم. أمر يا فندم. اتجوزت. نعم. وانجبت بنتين. ربنا يخليهم. فربنا يخليك. فزوجتي راحت خلعت نفسها. تمام. فحالة الخلع انا ما اعرفش، فجأة قالوا له ده مراتك اتطلقت. لا اتخلعت. ماشي. ها. تمام. فحكم الايمي لحد وقتنا هذا بقالها اكتر من 3 سنين ما جاليش اعلان من المحكمه بالايمي. بايه؟ تمام، او ما جاليش اعلان من المحكمه ان يطالبونا بايمتي. ما طلبوش بالايمي. او ما جاليش اعلان من اي محكمه او من مركز ان يطالبونا بايمتي. تمام. وبتروح تقبض من بنك ناصر اللي هي فايده نفقه الاولاد. تمام. والاولاد عايشين معايا اكتر ما عايشين معاها، البنات عايشين معايا اكتر ما عايشين معاها. تمام. وهي بتروح تجيب النفقه من البنك. تمام. انا لحد وقتنا هذا بقى لي 3 سنين بتقبض من البنك، البنك لا بعت لي ولا اعرف بيه بتقبض كام ولا خدت كام. تمام. ولا انا قادر حتى اروح معايا ان انا اسال البنك انتوا بتدوا لها ازاي، ولا هي بتاخد كام، ولا ادفع ازاي. طيب. تمام. فانا عاوز اعرف
هل القايمه دي سقطت ولا هل القايمه ايه سقطت؟ ها تمام. القايمه بتسقط ايوه او ان هي البنك بيديلي هيطالبني يعني انا بقى انا لا بقدر اعد على كمين، بخاف من الكمين، مرعوب قاعد في بيتي مرعوب لكل ما حد يخبط عليا عيشه غل مش عارف هجاوب حضرتك هجاوب حضرتك بصفتين، بصفتي محامي وكنت ضابط شرطه. ربنا يخليك يا معالي المستشار. بس في نقطه انا عاوز اوصل لها بامانه، بكلمك بامانه وبصدق. أؤمر. ان هي فلوس البنك دي هل لو انا خدت حبس مش هتصحى؟ يعني لان انا مش ان انا اقول لك انا هتحبس لان مش معايا ايوه هجاوب حضرتك. البنات والبنات عايشين معايا يعني معايا بنت صغيره عندها 4 سنين عايشه معايا اكتر ما عاشت مع امها، وامها بتاخد نفقتي والتاني بتيجي معايا تقعد عندي شهرين وتروح تقعد عندهم اسبوع، ففي نفس الوقت مش قادر ارمي عيالي. نعم. هقول لها روحي لوالدتك ان هي عشان بتاخد من البنك وبنت تعيش معاها. فربنا يبارك لك. معلش يا معلم المستشار فصل لي بس ايه توضيح يعني على قد ما انا راجل فلاح مش متعلم ولا تحت امر. تحت امر. ربنا يخليك يا معلم المستشار وشكرا. اهلا شكرا. بص يا فندم انت حضرتك سالت يعني هقول اللي انا استوعبته من اسئله حضرتك ان الزوجه رفعت عليك دعوه خلع. وانت لحد دلوقتي لم تعلن. طبعا الكلام ده هو غير قانوني، يعني عليك ان تكلف احد من السادة المحامين وان يتوجه الى المحكمة ويكشف ويشوف هل هناك دعوة خلع او طلاق للضرر تمت، لانه قد يكون ولا اكتمك سرا والناس عارفة قد يكون تم اعلانك بطريق غير قانوني. يعني انا مش عايز اقول اكتر من كده، انما طبعا الكلام واضح. طيب اذا ثبت ان انها تم صدور حكم خلع ليها فهذا الحكم لا يستأنف، عشان تبقى عارف ملوش استئناف. طيب اما بخصوص نفقة الصغار، فما دام الام هي الحاضنة، الولاد عندك ايا كان بس هي الحاضنة فتستحق نفقة صغار لحد ما تسقط بالزواج ثم تنتقل الحضانة لأم الأم وإن علت. بص الكلام، يعني هفترض أن الزوجة تزوجت فبتسقط عليها الحضانة، إذا كانت أمها عايشة تنتقل حضانة الصغار إلى الأم. طب الأم مش موجودة، الجدة موجودة، أم الأم يعني الأم ثم أم الأم وإن علت ثم الأب ثم أم الأب وإن علت. تمام. فهي تستحق نفقة الصغار، تستحق بلا جدال في ذلك. كون إن هم قاعدين عندك ده تفضلا منك، إنما هي بتستحق النفقة ديت قانونا. قانونا أنت عليك أن تبحث هل هي حصلت على خلع وهل هي تزوجت. طب إذا كانت تزوجت سقطت من عليها نفقة الصغار، ما بقتش حاضنة، أمها عايشة ولا لأ؟ طب وأمها مؤهلة لأن تكون حاضنة؟ قد تكون أمها مريضة فتستطيع أن تقيم دعوة أنها لا تستحق أن تكون حاضنة للصغار لأنها غير أمينة عليهم. كل دي أمور أسماء دعاوى أنا مش عايز أشغل المشاهد بها لأن ليها مسميات كتيرة جدا. تمام. طيب فيما يتعلق بقيمة المنقولات، هي معاها القايمة، قد تكون رفعت جنحة تبديد عليك في القايمة وأعلنتك برضو أمريكاني زي ما بنقول. عليك أن تتوجه إلى أي قسم أو مكان يكون فيه كمبيوتر تنفيذ أحكام ويتم الكشف من واقع الكمبيوتر هل صدر ضدك حكم أم لا من عدمه، تكشف عليه. إذا ما كانش فيه فقد تكون هي القايمة دي ضاعت منها، قد تكون هي مش عايزة ترفع عليك جنح التبديد بيها. يعني ما, 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 ما نقول إيه، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. تمام. فما تلتفتش ليها ما دام ليس هناك حكم، ما جوش بتوع التنفيذ قبضوا عليك، فأنت لحد دلوقتي في الأمان. عايزينك بقى تقول الو كده حبيبك
بيكلمك. الو الو الو، سعاده المستشار. ايوه سعاده المستشار الغالي يلي مين بقى ده؟ على طول ونسعد بارائك وفكرك النجيب الجميل. الصوت ده الفنان سهيل يزبك. ايوه اهلا 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 يا حبيبي، ازيك يا سهيل؟ ازيك يا ريس؟ يا حبيبي اهلا بيك، ده المفاجاه الجميله دي كلها. ربنا يخليك، منور. ازيك يا استاذ سهيل؟ الله يخليك يا سهيل. زي حضرتك، ربنا يخليكم يا رب. برنامج جميل ميرسي خالص لذوقك جمال باشا. طبعا يعني بيسعدنا بارائه وكلامه الجميل. الناس متعطشه بجد تسمع الكلام الجميل ده بجد. الله يخليك. والاراء الجميله دي طبعا ده يعني ما اقولش كده عشان يا جمال دي انت حبيبي يا سمير. انت عشت عمري واخويا الكبير طبعا. وطبعا يعني انا مش يعني يمكن شهادتي مجروحه بحضرتك. لا بس انت على يعني علامه من الزمن ده بجد. الله يخليك يا سهيل. والله بجد فعلا. والناس يعني الواحد اللي بيسعد بارائه وبافكاره النجيبه بجد يا حبيبي، واللي بتنورها بافكارك الحلوه بجد والله. متشكر يا فنان، الفنان الكبير. طبعا هو موعدنا طبعا ان شاء الله هيبقى لينا لقاء مع بعض باذن أيوة. الله طبعا ان شاء الله هيبقى فن وقانون. الله هيبقى جميل قوي قوي. الله الله الله. لا لا ومعانا المفاجاه بس مش هنقول عليها دلوقتي ان شاء الله. ربنا يخليكم يا رب ويسعدكم يا رب. يا ريس يعني انا بسعد لما اشوف سعادتك كده منور الدنيا كلها. ربنا يطول بعمرك ولا يحرمنا منك. طبعا طبعا. ولا من كلامك الجميل يلي بيسعدنا بجد. متشكر قوي يا سهيل. حبيب قلبي ربنا يخليك. شرفتنا بالاتصال يا استاذ سهيل. ان شاء الله المحنه بقى دي تزول ونلتقي بقى ان شاء الله يا سهيل، واسعد برؤيتك واروح مكان كده تكون، لانه مطرب جميل. صوت جميل فعلا فعلا دي حقيقه يعني الحقيقه يعني بنسعد بيه وبنطربنا يعني بندعي كلنا لمصر والعالم كله يا استاذ سهيل انه يرجع زي الاول ان شاء الله. الاول الجاي باذن الله لمصر ام الدنيا، لجيش مصر وشعب مصر وشرطه مصر. هتبقى اغنيه جامده جامده ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى لي الشرف ان انتم تنزلوه عندكم على الشاشه بتاعتكم ان شاء الله. لان مصر بلد عظيمه تستاهل كل حب وكل تقدير واهل الامه واهل سوريا برضو ناس جمال. قلبي ربنا يخليكي. ناس جمال بصراحه. انا بعمري بحياتي ما حسيت بمصر انه انا غريب عليها. عمرك. مصر بلدنا ومصر ام الدنيا. ويمكن كمال بي عارف انه انا حبي لمصر طبعا زي حبي لنفسي واهلي طبعا بجد. طبعا انا طبعاً. سعيده برضو ان حضرتك عامل اغاني لمصر وعامل الجيش المصري. أيوة. حاجه شفت حاجات كتير لحضرتك. لا 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 بيعشق حضرتك. حاجه اقول لحضرتك حاجه، يلي ملوش خير بمصر ام الدنيا. ايوه بتاريخ الله. مصر الله. وشعب مصر العظيم الله. ملوش خير في الدنيا كلها الله. ايوه فعلا. عشان مصر طول عمرها طبعا هتفضل ام الدنيا طول عمرها طبعاً. من يوم الازل لمصر كانت تصرف وتغذي العالم والكره الارضيه كلها طبعاً. قبل يعني مصر التاريخ اتخلق عشانها مش هي التاريخ. تمام. يعني التاريخ اتخلق عشان مصر طبعا طبعا فعلا طبعاً. فعلا يا ربنا يعز البلد دي ويدين شعبها وجيشها وشرطتها ويجعلها امان يا رب. يا رب يا رب ربنا يوفقك وفي انتظارك زي ما وعدتنا يا استاذ سهيل. باذن الله طبعا ده شرف ليا هيبقى باذن الله وشرف للبرنامج. شكرا يا فنان. شكرا يا فنان. شكرا يا فنان. شكرا لك يا ريس. ربنا يخليك. شكرا لمداخلتك يا استاذ سهيل ونورتنا وشرفتنا. فنان جميل جدا وصوت جميل جدا وواجهه مشرفه وربنا يوفقه. لا انا كنت مبسوطه كمان ان انسان سوري وبيغني لمصر من قلبه. لا 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 حاجه جميله قوي قوي قوي. هو في مصر هنا مصري اكتر من اي مصري فعلا. هو قال لي كده. جميل. طبعا طبعا ربنا يوفقه ان شاء الله كده. يا رب امين يا رب العالمين. أمين. نرجع لنفس حديثنا. يعني انا بتكلم على الاخ اللي اتصل فبقول له ادام ما جالكش الحاجه لحد دلوقتي يبقى بنسبه كبيره انها لم تحرك الجنحه المباشره فيما يتعلق بإيصال بقائمة المنقولات، إنما عليك أن تكشف فربما تكون حركت الجنحة دي. طبعا هسأل سؤال بقى لحضرتك. نعم. ليه ما يداش حقها؟ طب وماله؟ ليه السيدة تلجأ للخلع الله. وليه ما تاخدش حقها؟ سؤال جميل جدا
يعني هو بيتصل وانا مش بهاجمه بجد. شوف يا فندم بس حضرتك ده حقها. شوف يا فندم لما نرجع اللي بيربط العلاقه الزوجيه ايه؟ امساك بمعروف ايوه او تسريح باحسان. بالظبط كده. الجمال ايه اجمل من كده؟ امساك بمعروف او تسريح باحسان. بس كده ما بقول، انا ما بقولش اكتر من كده. ولكن للاسف للاسف انا بقولها، وانا ارجو التدخل الاسره المصريه في حاله انهيار. بالظبط. وانا على فكره بقولها من واقع خبرتي ومن واقع العملي ومن واقع اللي بشوفه. لا حضرتك كمان يعني شفت قدام عينيا حاجات كتير جدا. نعم. الاب بيسيب اولاده للام. قولي زي ما انت عايزه. ام ما بتشتغلش. قولي. ولولا عندها دخل مش هتقدر تصرف على اولادها. واحده تانيه ما عندهاش دخل. واحده ما عندهاش دخل، طب تعمل ايه اللي ما عندهاش دخل طيب؟ بتوقفهم يبيعوا مناديل في الاشارات وبينزلوا. يا فندم حاجات. قولي زي ما انت عايزه. ايوه طيب. قولي. ازاي مش بيحن على اولاده؟ لا 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 ده ساعات في اب بيسيب اولاده بالسنين ما بيصرفش عليها. يا فندم خدي بالك مش الاب بس، ساعات الام برضه. لا ما انا برضه هتكلم في الام برضه. انا بقولها لك في موائمه بين الاثنين حاجه غريبه. يعني احنا اتكلمت مع حضرتك النهارده ان احنا بنقول ان في ناس بتاخد الجواز دوت كتجربه. ايوه انا بقول لك انا سمعتها مره. واستفزيت. طيب. يعني ايه تجربه؟ انت بتتكلمي ده تهريج، ده شيء مقدس. فانا متفق مع حضرتك بالظبط انه لابد من انه يعني الامور تؤخذ ماخذ الجد وليس بالهزل فيما يتعلق بالزواج، ودي مسؤوليه الاسره المصريه. ما هي لو تجربه يا سياده المستشار هينتج عنها اطفال. اكيد. طب هم اللي هيتحملوا بقى التجربه. نعم. اللي هي كانت بتجربها للاسف. ايوه. فبيطلعوا بيكرهوا الاب وبالام. اكيد. يا هتلاقي يا بيكره الاب يا بيكره الام. اكيد. وخدي بالك وهتلاقيه عنده حاله نفسيه كمان. ساعات كمان ايه يعني الام تغذي فيهم كراهيتهم للاب والاب يغذي كراهيتهم حاجه. أيوة. يعني منطق غريب مش ده اللي اتعودنا عليه ولا ده اللي اتربينا عليه ولا ده المجتمع المصري. فعلا. المجتمع المصري القيم والمبادئ. انا بقول ايه يا جماعه؟ لا لابد من وقفه حاسمه وحازمه، والا انا مش متخيل المستقبل شكله ايه. هي ظاهرة منتشرة. أكيد. في المجتمع بتاعنا. متفق تمام. بشوفها بس يعني ببقى في حالة ذهول خالص. حضرتك لما تروحي المحكمة كمان تشوفي ساعات الزوج والزوجة متواجدين أمام الخط، تشوفي العداء في عينين كل واحد شكله إيه. يعني إزاي أنتوا كنتوا في يوم من الأيام يعني زوج وزوجة وعايشين مع بعض وأسراركم مع بعض وفجأة تتحولوا إلى عداء؟ يعني كل واحد فيهم عايز يفتك بالاخر. هو احنا برضه هنرجع ان يعني في اخطاء ما بين الاثنين وصلتهم لكده. لو كانوا صح ما كانوش وصلوا. طبعا ده انا بقول لحضرتك في اخطاء جامده بينهم. يستوقفك ما هذا الكم من العداء كل واحد شايله للتاني؟ ده انا بقول لحضرتك احنا بنشوف ساعات لما بتبقى القضايا محاله للتحقيق ساعات فبيتواجد الطرفين. شوفي حاجه يعني لا تخطر على بال بشر. أيوة. فنرجو وندعو الله مخلصين له الدين ان الاسره المصريه تعود مره اخرى لتماسكها. وانا بقى اناشد لابد من التدخل وتعديل قانون الاحوال الشخصيه بما يتلائم والتطور الحديث في المجتمع المصري. فعلا يا ريت فعلا ان شاء الله. فعلا لان الاولاد هي اللي بتكون الضحيه ان شاء الله وبيصعبوا على الواحد. طبعا يعني فعلا بتلاقي بتلاقيه عنده نفسنا من جواه حالته النفسيه مش كويسه. يا فندم هي بتنعكس على الاطفال. خدي بالك هما الاثنين الكبار كل واحد بيدور على مصلحته، انما في الاخر هما الاطفال هما اللي بيشيلوا الليله زي ما بقول، هما اللي بيشيلوا التركه. طب ايه المانع ان كل واحد يعدل من نفسه وما نلجاش لكده؟ وده اللي بنطلب منه، بنطلب منهم انه يقعدوا مع بعض يشوفوا ايه المشكله اللي فيه، ايه 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 سبب هذا الغل اللي في كل واحد منهم. في بعض احيان بيكون النت هو السبب. ده ظاهره منتشره في كل حاجه. من الاسباب اكيد. انا متفق معاك من الاسباب. وفي زوجات ما بتقتنعش، بتبص لحياه غيرها فعايزه تعيش حياه كويسه. مزبوط. فبتجبر جوزها على انه عايزه دخل اعلى من دخله. مش بس هو هيجيب منين الدخل دوت، بس هي المهم عندها ان هو يوفر لها الحياه اللي هي عايزاها. بس دي مش حياه زوجيه طبعا، لان هم اساسا ترابط ما بين الاثنين على الحلو والوحش. أكيد. فكده احنا ما فيش، احنا كده ماشيين يا حلو هنعيش. نعم. وحشه مش هنعيش. نعم. الزوج نفس الكلام، عايز زوجته طول الوقت
بالشكل اللي هو عايزها. نعم. بيه. نعم. شكلها حلو. نعم. كويسة زي نعم. ما بيشوف برا زي نعم. ما هو نعم. ما يعلمش اللي بيشوفهم برا دولت. نعم. ان هم لو عاش معاهم بنفس الحياة اللي هيعيش بيها مع زوجته هيكتشف حاجات جديدة. يمكن يكتشف ان زوجته احسن منهم بكتير. بالضبط كده. انا متفق وده معك. اللي انا عايز اوصله للزوج. انا متفق معاك. ما انا بقول لحضرتك لابد من يعني انا شايف انه اي زوجين حصل بينهم خلاف في دلوقتي دكاترة امراض نفسية تخصصهم علاقات زوجية. بالضبط. يروحوا مش عيب. يعني انا النهاردة لما بتعب بروح. لما دكتور قلب بروح عادي ما فيش مشكلة. فيروحوا الدكتور ويقعدوا جلسة. هيقولك انا مجنون. لا 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 ملهاش علاقة. ده علاقات زوجية بيشوف ايه وبيحاول يعمل وفاق بينهم. يعني انا شفت بعض الحالات ونجحت. يعني فانا لو 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 نسبة 10% هينجحوا يبقى انا قدرت اوصل لنتيجة في اسرة كانت هتتفكك وعادت مرة اخرى. بالظبط. فاحنا برضو مش بن مش بنجيب اللوم على الزوج بس والزوجة. لا يا فندم. لا طبعا الزوجة. طبعا الاثنين. الاثنين. ما انا بقول لحضرتك هي شركة. أيوة. هي شركة بين الاثنين. نجحت يبقى الاثنين نجحوا. فشلت يبقى الاثنين فشلوا. مش هقول اكتر من كده. ونفسي يفكروا في الاولاد. طبعا. قبل ما بيفكروا في نفسهم. تمام. واللي بيفكر انه يتجوز على زوجته مرة تانية يفكر ان عنده اسرة حرام يهدمها. يعني هقول ايه بس. هقول ايه. مشكلة كبيرة. اكيد. واللي برضو بتدخل كده برضو بيبقى أكيد. حرام اكيد. لان لو بصت للاولاد وحطت نفسها في نفس الوضع مش هتعمل كده. شوفي حضرتك انا يعني للمره يمكن الثالثه انا بقى اناشد المشرع انه يتدخل في بعض مواد ونصوص في قانون الاحوال الشخصيه. أيوة. لابد من تعديل بعض المواد. يعني هقول حاجه منهم. الرؤيه. ايوه لسه هتكلم. تخيلي حضرتك ان الطفل او الطفلة لما يتحكم لهم بالرؤية من الساعة 2 او 3 الظهر للساعة 5 في عز الصيف. انا متأكد ان الطفل يكره انه يروح هذا الميعاد. لانه يعني انت بتعذبيه. طب انا ليه ما افعلش يتم تفعيل حق الاستضافة؟ لماذا لا يكون الطفل في حضانة أبوه مثلا خميس وجمعة استضافة يقعد مع أبوه أنا عايز إيه؟ عايز يعني أنا عايز مش عايز الـ العداء يبقى مستحكم إن لأ ساعتين وقعدوا في الشمس والرطوبة والحر والتراب يعني بتبقى عملية الحقيقة مستفزة. أنا بكلم بصراحة وشفت معاناة من الأب ومعاناة من الطفل تفوق الوصف. انا بتكلم على جزئية بس معينة. بس برضو في حاجة ست المستشار. نعم. احنا بنقول برضو ان الطفل هيكره ان هو هينزل يشوفه. نعم. انا برضو في حاجة. نعم. وممكن الاب يكون مش كويس اصلا. اكيد. شوف انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. انا بتكلم. انا برضو مش جاي عشان برضو الرجالة ما يهاجمونيش. ما تهاجمونيش. انا بتكلم في اللي بشوفه قدام عيني. والله ابدا. ان في زوج بيرفض. يا فندم. انه حتى يشوف اولاده. يا فندم بمضي على بياض على اللي انت بتقوليه. انا متفق مع حضرتك. يعني انا مش مع الست ومش مع الراجل. لا 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 بس دي حاجات قدام عينينا شايفينها. انا بتكلم. طب ما في رجالة. لا تنفق على. بس هي دي. طب ينفع. وهي يعني. في زوجات حالتها ميسوره الحال يعني بتقدر تصرف على اولادها وبتعيشهم في عيشه كويسه وفي ما عندهمش. أي بس أي هو مش بيفكر ان الطفل اللي ما عندوش ده او امه بتجيب منين الفلوس دي. ليه انا هقول لحاجه على حاجه. ولو فكرت تتجوز بيهاجمها. ساعات ابهات يصدر لهم حكم رؤيه وما يروحوش. بس كده. وفي ابهات بتقعد بالسنين ما بتشوفش اولادها. متفق مع حضرتك. انا لما بتكلم على ايه؟ على جزئيه استوقفتني. انما مش دي. اصل هي حتى لو هتستضيفه فعلا كلام. نعم. صح. بس هو لو ما هو مادام في طلاق يبقى في مشاكل. اكيد. فهتستضيفه ازاي؟ ازاي يعني هتستضيفه ازاي؟ ازاي استضيفه ازاي؟ هتستضيفه ازاي؟ وهو اساء ليها. لو هو اساء ليها جامد قوي. ما انا بقول لحضرتك نخلي بقى مشاكلنا احنا على جنب. ما تدخليش فيها الاطفال. انا بستضيف الاطفال ما بستضيفش الزوجه. فيوم مثلا انا بدي مثال. مش مهم يكون هو ده. يعني مثلا اخدهم خميس وجمعه اخدهم جمعه وسبت يباتوا مع ابوهم والدهم يتفسح مثلا.
لا لا، وبرضه هرجع ان في زوجات وحشه برضه. في زوجات يعني الاب بيبقى كويس وطيب وجدع، بس الزوجه وحشه. انا بتكلم بنتكلم برضه. انا بتكلم حضرتك على ايه؟ على جزئيه معينه هي قابله للنقاش، انما انا بطرح فكره جزئيه فيما يتعلق بالنفقات. القانون في جزئيه النفقه، نفقه الزوجيه او نفقه السهر، عمل حاجه اسمه ايه؟ يا الدفع يا الحبس. يعني الزوج اللي ما يدفعش بيتحبس، ولذلك دي رادع له، رادع للزوج انه على طول بمجرد ما يصدر حكم بالنفقه ان يقوم بسداد هذه الالتزامات، والا هيصدر عليه حكم. طب اتهرب من الحكم، كمين يوقفه؟ هيتاخد اذا سدد بيمشي في ساعتها، يعني ما بيتحبس. اذا سدد خلاص انتهى الموضوع. انما احنا النهارده امام مشكله كبيره جدا، الا وهي ان الاسره المصريه لديها مشاكل قد تؤدي الى تفككها. انا بحذر من دلوقتي وبقول نسبه كبيره جدا من الاسر المصريه يتغول فيها المشاكل التي يمكن ان نتدخل بحسب لحلها. فعلا يا ريت طبعًا فعلا طبعا. وبرضه بنكلم كل اب وكل ام اكيد، يا ريت المشاكل تبعد عن الاولاد. لازم ده لازم لازم، يعني خلي المشاكل في اوضتكم مقفوله، حلوها واطلعوا قدام الولاد بتضحكوا وانتم مبتسمين. بالظبط. لا الولاد ما يتدخلوش، ابعدوهم عشان ما يطلعوش متعقدين، اسمعوا الكلام والله. لا دي حقيقه فعلا. والزوج دايما بيقول للزوجه ايه ده مالك، لما بيبص بره فمالك شكلك ليه كده. نعم. فبتبتدي ان هي بتبقى غصب عنها. وفي برامج كتير انا سمعتها في التلفزيون بتتكلم عن المواضيع ديت. اكيد اكيد، اهانات الزوجه باستمرار، عدم مراعاتها، عدم شكرها، انه ما بيشكرهاش على اي حاجه. الزوجه دي اللي هي الام والاخت والبنت. فندم الام دي هقول لك ايه، هقول يعني انا قبل ما اجي مرات ابني عندها طفل صغير اللي هو حفيدي يعني، ربنا عابد ربنا يخليه، ف يعني بتشطفه بعد ما عمل تواليت. بشوف الام، شوفي عمرها ما قرفت من ابنها، على قلبها زي العسل. تحس الام دي لا يعني ربنا سبحانه وتعالى زرع فيها حاجات. لما لما تقعدي تتصوريها، لا دي ملاك من عند ربنا. وبعد ما بتكبر طبعا طبعا في مداخله حضرتك دخلتها معانا بيتساق ليها، وبتدخل دار المسنين ومحدش بيهتم بيها، وصله الرحم بتتقطع بيها. شوفي مش كل الناس، لا تعالي انا اعرف امهات لحد دلوقتي بتشالوا على الدماغ. لا مش كتير، معلش بلاحظ انه مش كتير، بس لا والله كتير. يعني اذا كان اللي بتدخل انا عارف البنت، عارف اكتر حاجه من الولد. نعم البنت اكتر حاجه من طبعا الولد. طبعا البنت دي طبعا. يعني انا مش عايز اقول لك كان في زمان عقليه تقول لما يخلف ولد كان يحزن، لما يخلف بنت مش بنت قصدي يحزن ولو ولد لا 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 ده بالعكس. البنت يعني مش عايز اقول لك يعني ربنا يحميهم. في بنات كتير طبعا يعني بتقوم بدور، بشكرها وبحييها على الدور اللي هي بتقوم بيه. اكيد اكيد طبعا طبعا. ويكفي هي عماد الاسره، عماد الاسره المصريه هي فعلا السيده يعني. طبعا نفسي طبعا. كل راجل بقى يعتقد ويفهم كده. ان شاء الله 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 استاذ المستشار ان شاء الله. هنرجع برضو لحديثنا تحت امرك، برضو تحت امرك. في قضايا كتير في المجتمع. نعم. غير القضايا برضو الأسرية. نعم بتقابلنا. تمام. في مصالح حكومية. نعم. في مداخلة دلوقتي هتجينا، تحت أمرك. هم هيدخلوها لنا. نعم. شاب هيطرح على حضرتك مشكلة، تحت أمرك. هم يا شباب جهزوا لنا المكالمة، هيتكلم مع حضرتك إنهم قادرهم فترة. نعم. ما فيش قبض. ألو الو انقطع الاتصال. هو طبعا اكيد اكيد عشان موضوع الظروف اللي بتمر بيها العالم كله. ايوه.
بس أنا لا أتخيل أن جهة حكومية وما فيش فيها قبض، مش متخيلها يعني. لا ممكن قطاع خاص يعني. لا بس ده قطاع حكومي، هو ان شاء الله هيتواصلوا معاه. يا ريت يتواصل اعرف فيه. معنا برضو استاذ محمد برضو في مشكله برضو هيقول عليها. شباب دخلوا لنا المكالمه. لا بس اللي انا باكد عليه انه ما فيش جهات حكوميه يعني تقاعست عن سداد المرتبات. لو قطاع خاص اقول لك ممكن، ممكن، ولو ان برضو يعني هو في بعض الجهات القطاع الخاص خفضت، انما تقبض لا. ليه؟ لان هذا الشخص عنده التزام، هو مش عنده اجرة بيت، عنده مية، عنده كهرباء، عنده اكل، هو لسه عنده مواصلات. لا يا فندم، لا يعني انا بكلمك بالامانة، اشك في ان جهة حكومية ما تقبضش. لا انما نشوفه هما يدخل مداخله. اعرف فين وايه المشكله. عايزين نتكلم مع حضرتك على القضايا الاسريه اللي بتتسبب في قطع الارحام. شوفي حضرتك، للاسف انه بعض القرائب اللي هم الاخوه او اللي بيبقى في صله قرابه بينهم، لما بيبقى في قضايا ميراث بالظبط، هي دي سبب المشكله. قانون الميراث او قانون المواريث عشان اكون دقيق، تم تعديله في عام 2017، انا اسف، 2017. لحد 2017 قبل كده ما كانش فيه اجراء قوي يخلي اللي خد حق غيره يرجعه. وصلت المعلومة؟ في 2017 تم تعديل قانون المواريث، فأصبح من قام بالاستيلاء على أي ميراث لأي شخص فيها حبس 6 أشهر وغرامة 20,000 جنيه. أنا بقول للناس كده، أي واحد لم يستطيع أن يحصل على ميراثه الشرعي عليه أن يلجأ إلى النيابة العامة ببلاغ أو بموجب قضية، بس قبل ما يرفعها. ودي نقطة مهمة جدا، عليه أن يلجأ إلى دعوة فرز وتجنيب. يعني إيه؟ أنا النهاردة أنا وإخواتي بنمتلك عمارة. معنا المداخلة جد، كان وقت جميل مع حضرتك، شرفتني ونورتني في برنامج عشها بسعادة. ألف شكر يا فندم. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات مع حضرتك تاني. إن شاء الله، وبنشكر السادة المشاهدين، ونرجو إن ما أكونش ضيف يعني ثقيل عليهم. لا 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 لا، أنت شرفتنا ونورتنا. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى قانونية نستطيع أن نفيدهم منها. إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين. سعدت بتواجدي معاكم، يا رب أكون أسعدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.